مشاهدينا صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من فواياج فواياج. البلد اللي رايحين عليه اليوم هو بلد الجبال الشاهقه، بلد عاده بروح عليه مجموعه من الشبان تا يتسلقوا هالجبال ويعملوا هايكينج ويخوضوا تجارب رائعه، وبتكون عاده سفره مغامره. ضيفين اليوم هن يعني رجال لبناني، بول كيفك؟ شو اخبارك؟ وزوجته اللي هي المانيه، وراحوا ثنائي على نيبال، وهذا الشغله حلوه كثير بول انه رحتوا حضرتك وزوجتك. Stephanie, how are you? Fine. So Stephanie is German. زوجته لبول ألمانية. ما بتحكي عربي منيح، بتفهم شوية عربي. Do you understand a bit of Arabic? Not really. Little. Okay. You've been married for how many years? 2 years. Two years. Okay. So with time, I think we can do the interview in Arabic very soon. بول خبرنا شوي أكتر، وين عايش أنت وقديه بتحب السفر؟ قديه بتحب فواياج فواياج؟ نحن عايشين بالسعودية بالرياض من شي حوالي 7 سنين. منسافر كتير، كل مرة بكون في عنا فرصة نقدر نسافر فيها ما منوفرها، مناخد فرصة ومنروح، وكل مرة مجبورين يكون في بلد جديد منشوفه. وعاملين نحن مثل معدل لنا كل سنة مفروض يكون 5 دول نشوفه مينيموم. مش هناك عندك هالشغف للسفر؟ وأنا كتير حبيت رسالتك، بعت لي رسالة من الخليج من السعودية مطرح ما بتشتغل، وقلت لي قد بتحب فواياج فواياج، نهار الجمعة عندكم فرصة. ما صح هيك؟ نحن نهار الجمعة بكون ويك اند، دائما فواياج بكون الصبح، بكون ما في عندنا كتير اشياء نحن نعملها الصبح لأنه بكون ويك اند. على التلفزيون بحضر ام تي في وبحضر فواياج فواياج. اي انبسطت كثير، انا في كثير فانز لفواياج فواياج من الخليج، من الدول العربيه بيحضرونا وبحبوا يشاركوا بهالبرنامج، خصوصا اذا عندهم هالشغف للسفر مثل ستيفاني وبول. بول كرباج، خبرنا ليه حبيتوا تروحوا على نيبال بالتحديد؟ هي بالتحديد نيبال اجت از ريكومنديشن من شاب بعرفه، خبرني كثير عن نيبال وقديش قال لي روحيا فيك تنبسط هونيك، قديش الشعب منيح، قديش العالم كريمه، قديش النيتشر حلوه، قد ايه الاكتيفيتيز اللي فيك تعمليها هونيك فيها تكون حلوه ومشوقه. سو كل هالعوامل اجتمعت وقررنا نروح لهونيك، نحجز ونروح لهونيك. التجربه الحلوه 100% اللي هي مغامره بحد ذاتها، اتس ريل ادفنتشر ستيفاني تو جو ذير. وات كايند اوف ادفنتشر از ات؟ ويل everything is there, the nature, you can do hiking, you can do water sports, a lot of sights to see, the people are great, very friendly, so صح. Yeah. Usually it's very true. عادة الأشخاص اللي بيروحوا على نيبال كتير بحبوا التعاطي مع الأشخاص اللي بيشوفوا هونيك، يعني سكان هالبلد اللي هن كتير peaceful، بيقول عندهم هيك سلام داخلي بيبين على وجههم. رح نبلش أول شيء ستيفاني وبول بخريطة نيبال، نفرجي للمشاهدين وين بيصير هالبلد اللي هو ما عنده ولا منفذ على ولا بحر، هو بلد داخلي ما عنده سواحل، وأكيد محاط بعمالقة مثل الصين والهند، بلدان كتير كبيرة، وهو بيجي هيك بالنص، معروف لجبال الهيمالايا اللي موجودة في من أعلى أو أعلى جبال العالم، وعاصمته كاتماندو بين علينا هون النقطة الحمراء اللي كانت أول محطة لألكن. ما هيك؟ صح 100%. بس أنت كنت عم بتقلي مثل ما قال ستيفاني أنه أكتر شيء لفتكم بهالبلد هو الأشخاص اللي شفتوها وتعرفتوا عليها. خلينا نبلش ونشوف هالصور الحلوة اللي التقطوها من هونيك، صور الوجوه، وجوه العالم اللي عادة أنا أكتر شيء بترفتني كمان بالبلد، واحد بحس أنه بيقرأ كتير إشياء بعيون الأشخاص. صح. اللي بلاقيهم 100%. شو حبيت أكتر شيء بهالطبع؟ شيء هندك كتير سبيسيفيك ومختلفين بعتقد على الدول الجوار اللي حدهم. They are very kind، كتير مهضومين، كتير كرمة، كتير بيحترموك، كتير يعني حتى إذا بدون الأقل إشي، إذا بدون يعطوا شيء بالإيد بيعطوها بالإيدتين، ما بيعطوها بإيد واحدة. هيدي بس تفرجوا أكتر قديش إنه بيحترموا الضيف وقديش بيقدروه. كتير بحبوا السواح، كتير في سواح بيروحوا لهونيك من كل دول العالم، مع إنه بلد انفتح مؤخرا على السياحة. يعني صح. قبل 2008 ما كان كتير معروف. صح. لأنه كان بلد منغلي أكتر على حاله. رح لكن نسلم لايف ونرجع لكم بعد كم دقيقة. لكن بنكمل حلقتنا اليوم عن النيبال مع ستيفاني وبول كرباج. كان عم بخبرنا بول قد ايه حلو واحد يكتشف شعب جديد مختلف بركي عن الشعوب اللي بنعرفها نحن. رح نشوف الصور الحلوه كثير اللي التقطوها هونيك. بول كنا عم نحكي قبل عن التعاطي مع هالاشخاص، قد ايه حلو، قد ايه هن عندهم سلام داخلي، وقد ايه بيحترموا الغير والزوار. ما هيك؟ صح 100%. مثل ما قلت كثير بيقدروا الضيف، كثير بيقدروا الغرباء، كثير بحبوا الغرباء، كثير امان، ما بتحسي ابدا باي خطر، ما حدا بيضايق اي سايح لما يروح لهونيك.
They are very kind. They are very sweet. أنا كتير حبيت صور الأولاد هلا منشوف في كتير صور حلوين هدول. هول الأولاد رايحين على المدرسة. هذا الكوستيم تبعهم. يا الله اسمه هدومين. هول تلاميذ بوديست عم بيدرسوا. They are monks. Little monks. رهبان عظيم يعني. وهون عم نشوف كمان ولد حلو شو لابسين يعني بتحسهم بيلبسوا زي الوطني بشكل عادي على الطرقات. هون أكيد في ناس أكبر يعني بالسن. و بنشوف اشياء غريبه يعني بس بذات الوقت ما بتضايق الجزائر ما هي لا. Did you like it Stephanie? I loved it. One the of people my favorite there. Countries, huh? Yeah. Yeah. The kindness of the people. Yeah. Even though it's a poor country, people are great. اكيد مع انه البلد مثل ما عم نقول بلد فقير ولسوء الحظ يعني كمان هو بيتعرض لزلازل كثير يعني ما شفنا مؤخرا بال2015 في زلزال ضرب المدينه كلها العاصمه رح نشوف صور هلا بيفور اند افتر انتوا رحتوا قبل الزلزال ما هيك بثلاث جماع بثلاث جماع ظبطتوا بريشكم مثل ما بقولوا ظبطنا فيها لكن هيدي شغله حلوه مهما حكينا شو واحد لازم ياخذ معه لهونيك بول شو بتنصح المشاهدين هلا حسب الاكتيفيتي الواحد بده يعملها هونيك في كثير بيروحوا على البيس كامبس ليطلعوا على جبال معينه يعملوا هايكينج تريكينج النشاط الاول بس صح 100% بس كمان هذه الاكتيفيتي فيكم تعملوها بحال مطرح بالنيبال بس اهم شيء تو ترافل لايت لما تروح على نيبال ما ياخذ الواحد كثير معه لاجيجز ما ياخذ معه كثير قصص منه عايزه ياخذ المينيموم لك باك باكر بيسكلي مثل ما بقولوا واحسن فتره بتصور بالخريف عنا يعني بتصور ما هيك نحن يعني لما رحنا كان بمارس وكان الطقس كتير كتير منيح شتت يمكن شوي صغيره كمان بين منطقه ومنطقه ممكن يختلف اكيد ثابت ريح وهايكنج شو تقدر يمشي وكاميرا تقدر ياخذ هالصور اكيد اول شيء كاميرا اول شيء كاميرا كاميراز عم نشوف هون صور المدينة هيدي كانت موضوعي اللي هي عاصمة النيبال عم نشوف الشوارع تبعها شو أكتر شيء بيلفت بهالشوارع الشوارع كتير ضيقة وكتير ملزقة ببعض يعني هول بتشوفهم بتمال هدول تمال يعني هي أكتر مطرح عجق بكاتماندو فيها كتير كثافة سكانية عالية وفيها كتير سواح إجبار السواح يوقفوا هونيك في محلات في أوتيلات في كل شيء هلأ اللي بده يروح كمان لهونيك ما يتوقع كتير لوكجري تكون ما في فخامة يعني بلد مثل ما عم نقول متواضع بس الحلو كمان واحد يزور هيك بلدان أكيد أكيد لأنه فيك تختبري it's more authentic يعني تختبري الأشياء مثل ما هي ما في عفوية ما فيها الفخامة أبداً يعني. أبداً رح نشوف كمان هلأ كم صورة عن الأشياء الحلوة يعني المواقع الأثرية اللي واحد في زورها هونيك صور حلوة كتير عن كمان المعابد في معابد هونيك بوذية وهندوية ما هيك يعني صح. هندوسية بذات الوقت عندهم هالاختلاط بين الأديان هذا شو هي اسمها الساحة what kind of square is it Stephanie this is the Duba Square okay. in the Bhaktapur area This is a World Heritage Site. أكيد على لائحة يونسكو للتراث العالمي حلوين كتير هالصور. I love this picture. لكن هون يعني واحد بيشوف هالأماكن بس مثل ما كنت عم بتقول إنه أنتوا رحتوا ثلاث جماعة بمسير الزلزال هودي الأماكن يلي على لائحة يونسكو إذا فينا نتوقف على هالصورة هيدا قبل الزلزال وبعد الزلزال تدمرت كلها وهون عندنا معابد عم نشوفها وكتير يعني بيعطوا أهمية لهالأماكن. صح 100% هدول أماكن حج هن كمان بيروحوا عليها يعني مثلا هو اللي عم نشوف ستوبا بودنات مشتفيه برافو على سامي هون عم نشوف كمان في المقابر اللي عندهم هونيك قديش مهم المونك بيكون قديش مقبرته بتكون اكبر ببين هيدا الشيء ببين هيدا الشيء اوكي على الاماكن لكن رح نعمل وقفه صغيره مع عناوين الاخبار وبنرجع لكم بعد كم دقيقه نكمل جولتنا على كاتماندو اللي هي عاصمة نيبال وكنا عم نشوف هالأماكن الأثرية الحلوة كتير رح نكفي نشوف الصور لهالأماكن ستيفاني what place did you like the most in Kathmandu? Oh, I like the Duba Square. It's very spiritual there. They keep playing this prayer music. Prayer music. Yes. Yeah. What was the name? Oh, Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Yes. Okay. I love it there. لكن كنت عم بتقول ستيفاني اللي هي ألمانية ما بتحكي عربي بس عم بتخبرنا كيف حبت كتير هالأماكن بكاتماندو خصوصا الأماكن اللي بتحيط بهالمعابد مطرح ما بيعيدوا دائما زيت التراتيل كأنه الدينية وهالجو الحلو كتير رح نشوف هلأ كم صورة قدي كمان هالشعب ملفت قدي عنده هيك بتحس عنده تقوى ما هيك كتير يعني
ما في وقت بالنهار بتشوف الا ما بيكونوا عم بيصلوا الا ما بيكونوا زوروا معابد. يعني هدول مثلا من عم نشوفهم هولي ماني ميل بيقولوا لها هدول كمان بيمرقوا بيصلوا عليهم they turn clockwise مثل عقارب الساعه بدهم فيهم بيبرموا وفي صلاة بيكون عليها كمان بيكون في صلاة معينة عليها هن وماشيين عليها بيصلوا كمان شو what is it Stephanie? That's a singing ball. The singing ball. Yes. هيدي لكينا مثل نوع من طاسة جبتوا منا لهون على السجارة رح نسمع المشاهدين الصوت اللي بتعمله وواحد بطريقة معينة بيعمل صوت كأنه جرس بس هي يعني واحد إذا دق فيها بطريقة معينة. خبرنا بول بقية المشوار كمان كتير مركز كنت فيه أنت وزوجتك على النشاطات الحلوة اللي قمتوا فيها رح نشوف هلا كم صورة كمان عن هالأشياء الحلوة اللي عملتوها منا هون عم بين علينا هون أكيد السياحة واحد بعده عم بيمشي بشوارع كاتموندو وهون شو هيدا الشيء؟ هيدا هون في شخص ميت وكانوا عم يعملوا ريتشولز للي بيعملوه هونيك في تقاليد معينة مختلفة كتير صح. أكيد كيف بيحرقوا كمان الانسينيريشن لكن واحد يعني حلو يكتشف كل شيء في بالعالم بيقولوا السفر أكبر درس ما هي قد ما واحد يتعلم وقت يروح بيفتح الذهن أكيد وهون عم نشوف كمان بقية الصور الحلوة كتير من كاتموندو عم نشوف قد ايه الشعب تقي حبيتها كتير هالصورة بول وبدنا نلفت هون على العلم أنت اللي هون حامل العلم بالباك باك تبعك العلم بتصور الوحيد بالعالم يلي شكله غريب منه مربع شكله غريب ولا مستطيل شكله مثل تو تراينجلز هلا رح نفرجي هيدا الشيء يعني البلد لهالدرجه غريب انه حتى العالم تبعه مختلف عن بقيه العالم 100% وهون عم نشوف لكينا الاماكن الاثريه الحلوه كنا عم نحكي كمان عن النشاطات بتصور يعني الشغل اللي اكثر شيء بتلفت السواح تا واحد يروح لهونيك هو النشاطات اللي فيه يقوم فيها اهم شيء الهايكنج كنا عم نحكي عن الجبال قد ايه مهمه وقت نقول هيمالايا كلنا بنعرف قد ايه اهميه الهيمالايا رح نشوف لكينا هيدا الشيء هلا الهايكنج واحد بده يكون محضر حاله او في كسدر يعني هلا حسب قديش بتكون صعبه اذا واحد بيطلع كتير جبال بيعمل تراكينج اذا في شيء خطوره فيه اكثر بده يكون محضر ان كان باللبس ان كان بالخيمه ان كان بكل النيدز اللي مفروض يكونوا معه لما يطلع لفوق او فيك في الواحد يعمل نورمال هايكينج فيها تكون ما كتير اكستريم بس فيها تكون بنفس الوقت صعبه كمان بدنا نحكي ارتفاع جبال ماكسيموم هلا حسب بيوصلوا ل 8000 ل 8000 متر واو. بس يعني الواحد بيقدر ينقي درجه الصعوبه اللي بده ما ضايقتوا انتم بالعلو عاده no, وقت واحد يطلع على ارتفاع معين بدوخ او شيء ما لا نحن ما ضايقنا ما عملتوها يعني بشكل ما عملناها كثير اكستريم مكثف اكيد ما عملناها كثير هون عم نشوف نحن على الهواء هال مثل صلوات هدول اعلام بحطوهم يعني وقت واحد يطلع على ايفرست او حل قمه جبل هونيك بيلاقي هدول الاعلام اعلام بيكون في عليهم صلوات بيكون في عليهم مانتراز صح 100% وصلوات وبيعلقوهم وبيعتبروها بركه بتجيب الخير أكيد والحلو إنه ملونة كمان بتعطي صور حلوة إذا واحد التقى الصور هونيك وكمان من الأشياء الحلوة الملفتة إنه أنتوا طلعتوا ركبتوا بالطيارة فوق الإيفرست يعني شو هالتجربة الحلوة ستيفاني tell us more about it, this experience about flying over the Everest It's amazing. We took Buddha Air, but there are other airlines as well. But we chose Buddha Air, and we had a great, great time up there. Everyone has. Was it dangerous? We can see the pictures now. What you saw from the plane? So it's an internal flight. It's an internal flight. Small plane. Everyone not scary. Has, no. did you make some prayer before you go? Yeah. Well, it was a propeller plane, but it was safe. Like everyone had his own window, so. Uh-huh. You had a great view. So هذا المنظر اللي شفتوه من الطيارة عم تخبرنا ستيفاني كيف لكينا قدروا شافوا الإيفرست اللي هو دائما هالجبل دائما عليه ثلج ما هيك يعني شو ما كان الفصل شو ما كان الشوب قد ما عالي اكيد واحد بضله يستفيد من هالمنظر الحلو وبحس حاله هيك يعني فوق الإيفرست شغله كثير مهمه شغله كثير مهمه it's a once in a lifetime trip حتى اذا هذا الشيء شوي خطير بس انه واحد بيعمله ما هيك المغامر مغامر للاخر ما يكفل ومنكفي لكينا جولتنا على النشاطات الرياضيه اللي قاموا فيها بول وستيفاني ورح نشوف هلا عملتوا رافتينج عملنا وايت ووتر رافتينج يعني احنا وين ما تسافر بنحب نعمل اكستريم سبورت شوي فكان في وايت ووتر رافتينج هونيك كنا حوالي 8 اشخاص على الباتو
كنت انا قدام حسب خطر خطرة شوي في مطالع بتصير كثير خطرة انه في ناس كثير بتوقع عنا معقول يشبق الواحد بصخره او شيء كرمال هيك هيلث اند سيفتي كثير مهمه وهيدا نشاط ثاني خبرنا عنه البنجي جامبينج بثاني اعلى هو ثاني اعلى بنجي جامبينج بالعالم 160 متر ارتفاع وكنت انا اول واحد بكل الجروب بيعملها it was amazing فيها 4 seconds free fall يعني سقوط حر 3 او 4 ثواني وجاءت من بعد عملت الكانيون سوينج كانيون سوينج يعني مش بانجي جامب بس بتلقطي الحبل وبتنطي توصلي على بوان تحت وبتروحي بسرعه 100 كيلومتر بالساعه واو شغله يعني هلا كمان عندنا فيديو بدنا نشوفه خبرنا شو الاحساس أدرينالين بصير عم نشوف هلا كم صورة من الصور هون هيدي الكانيون سوينج هيدي الكانيون سوينج واو هي بزا يعني وحتى يعمل هالفشخة قد ايه بده من الجرأة ما هيك بول بتخوف شوي بس وانس يو جامب خلص بتصير بقعد في شيء بإيده الواحد بس بتحس حالك نازل ديركت على الصخرة يعني واحد بده يقول خلص بده يقفل عقله وما ما بده يفكر هي الصعب فيها انه على اليمين ما في شيء على الشمال ما في شيء وقدامه الواحد ما في شيء ورا بس في حدا لقطك بظهر و بده ينط والكزدوره حلوه كثير بس هلا كم ثانيه يعني بتحسها قد العمر كله قد العمر كله وبس تخلصي يعني. قد ما الادرينالين بيكون عالي بتحسي حالك كثير ريلاكست اكيد واحد بحس حاله مالك الكون كله اند ستيفاني يو ار تيكينج ذا بيكتشرز And no, I wasn't there. I was not with him. That was on his first you trip. You didn't want to see him doing this foolish thing, or what? No, that was his first trip to Nepal. He went. Paul went twice. Okay. So pictures from both trips. From both trips, yes. لكن مشاهدينا من كف الجولة مع الأشهر كمان الحلو فينا نشوفه هنيك بيناتهم يعني في واحد يشوف عدة أنواع من الحيوانات بركي ما بنشوفها بلبنان ولا بألمانيا أكتر حيوانات معروفة هنيك هي الفيولة. الفيولة. أكيد. وسعدين كثير وين ما كان خبرنا وسعدين اخذ لنا صور وين ما كان بيكونوا وين ما كان ناطرين السايح ليسرقوا الباك تبعه او بحذروك هونيك لما يروح الواحد انه انتبه من السعدين لانه بيسرقوا او بياخذوا اشياء بينتشوها الاكل بركي مأكولات او 100% اكل او حتى فيها تكون انينه مي فيها تكون كيس فيها تكون شنطه عوينات حيلا شيء كل شيء خاصه عوينات فهذا البافلو البافلو كمان حيوان كثير مشهور هونيك بياكلوا اللحمه تبعه لانه البقره ما كثير بياكلوا هونيك سو بياكلوا البافلو هذا كروكوديل هونيك تمساح مبين هون واو ما قربتوا كتير عليه او لا شوي. بس هذا الديستنس اللي خلونا نقرب عليه لانه بتصير شوي خطره اكثر بس في شغله عملتها كتير حلوه حمام الفيل هيدي شغله رائعه كتير حبيتها ما كنت شايفتها قبل رح نشوف كم صوره عن هذا الموضوع انت بتحمم ولا الفيل يعني بتحمم ولا الفيل وبتغسله هيك وبعدين بيطلع الواحد على ظهره بصير الفيل اللي بده هو بده يحمم حاله بصير يسحب مي ويكبهم علي هيدي الصوره رائعه هيدي بتصور من احلى الصور بهالسفره كتير حلوه بس ما بتخاف يعني ما بيكون هو عم بيهز كتير يعني ما بتخاف توقع من اللي بتخوف لما هو يقلب بتصير تحسي رح يقلب عليك أكيد وفيل يعني بس فيل بس بجرد ما إذا قلب خلاص راح الواحد بس إنه لا it was safe كانت كتير حلوة لكن بدنا نختم مثل العادة بفواياج فواياج مع المأكولات اللي فينا ندوقها بالنيبال أكيد عم نشوف هالمأكولات يلي مبينة علينا وأهمها دالبات بتصور معمولة من الرز وهون مثل المومو بيسمون عجينة ما هيك فيها خضرة dumplings بتجي chicken أو بتجي buffalo meat أو بتجي pork so كتير مشهورين فيها وكتير طيبة did you like the food Stephanie? Oh, I loved it. Is it too spicy or no, not? No, it was fine. I had the dumplings in a sweet version with apples and vanilla ice cream, so that's also an option. Too. Yes. Okay. Is it different from the German taste and flavor? A bit different. Yeah. Of course. Yeah. It's another country. But the food is amazing. Okay. So it was an amazing experience. It was a great. Do you advise couples to go there? Yes, definitely. For adventure, for sightseeing. Everything: sightseeing, bungee jumping, hiking. لكن أنا عم بتقول ستيفاني إنه رحلة كتير حلوة للكابلز يعني واحد في روح الثنائي لهونيك مش بس شباب يعني مغامرين واحد بينبسط كتير إن كان بالنشاطات الرياضية أو حتى إذا بس زار البلد وتعرف على يعني الأشخاص اللي عايشين هونيك قبل ما ننهي بس بدي أحكي عن هيدا الشيء كتير حلو قد ما بحبوا السفر ستيفاني وبول جابوا هيدا الجلوب تروترز لوج بوك هون مكتوب كل أسامي البلدان بالعالم كل ما يروحوا على بلد بحطوا ستامب تبع البلد يلي راحوا عليه شغلة رائعة هيدا الستامب
تبع نيبال. هذا كتاب ضروري احصل عليه. بل بدك تخبرني كيف. اوكي. لا هذا كثير مهم. هذا الكتاب كثير بيسهل القصص وبيختصر كل واحد الرحلات اللي بيعملها بهذا الكتاب. في واحد حتى فلايت ريجستر بتأدي رقم الفلايت وبيمضيها الطيار جي. وبتتركوا هون كل السوفينيرات يلي شفتوها بهالبلدان. صح. وبننهي كمان مع السينكينج بول يلي مبين علينا هون. بدي قلت لك كيف لازم اعملها. هيك هيك لازم تكون ايدك فاتحه. فاتحه فاتحه. اها. بتدق هيك وتبرم. اه حلوه. اوكي. ننهي لكينا بهالدقه. ميرسي كثير. ثانك يو ستيفاني. ثانك يو. لكن نبقى مع اللحن الختامي. عم بركز كثير انا هلا.